أهلا بكم من جديد إلى السابعة. طلبت الأمانة العامة للأمم المتحدة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا عدم إصدار تقرير أعدته المنظمة تحت عنوان الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل. وذكرت مصادر بالأمم المتحدة أن مطالبة الأمانة العامة بوقف إصدار التقرير تعود إلى ضغوط مورست على الأمم المتحدة من قبل عدد من الدول أبرزها الكيان الإسرائيلي لما احتواه مضمون الفصل الرابع المتعلق بفلسطين وما استعرضته فصول أخرى عن انتهاك حقوق الإنسان في بعض من الدول العربية، حيث تعرض التقرير الذي أعده مجلس الاستشاريين والمثقفين والكتاب العرب للفروق الجنسية والطبقية والعرقية والطائفية، وكذلك للظلم على أو في المستوى الدولي الذي يساعد على الظلم في الإقليم. وتجدر الإشارة إلى أن مقدمة التقرير الذي يعد قراءة للواقع العربي ومستقبله تشير إلى أن الآراء والاستنتاجات الواردة فيه لا تمثل بالضرورة الأمم المتحدة أو موظفيها أو الدول الأعضاء فيها. ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس السيد أبو يعرب المرزوقي المحلل السياسي. سيد المرزوقي أهلا بك. أهلا ومرحبا. نعم سيد المرزوقي، بداية لو تحدثنا عن تقرير الظلم العربي وأهم ما تناوله وكيف نفهم طلب الأمم المتحدة بعدم نشر هذا التقرير. أولا التقرير مؤلف من لجنة مضيقة برئاسة الدكتورة ريما خلف الأمينة العامة المساعدة مديرة مؤسسة الإسكوا، ومن 4 أعضاء أنا واحد منهم. نعم. ومن مجموعة من المستشارين ممثلين من المثقفين يمثلون كل البلاد العربية تقريبا، وظيفتهم الاقتراح وإضافة المعلومات ونقد الصياغة الأولية الأولى والثانية والثالثة من التقرير. والتقرير وصف موضوعي لحال الأمة إن صح التعبير فيما يتعلق بالعدل والمساواة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل المواطنين بصرف النظر عن جنسهم وعرقهم وطائفتهم ومذهبهم. نعم. وطبعا في هذا التقرير تحدثنا عن أكبر مظلمة تعيشها المنطقة وهي مظلمة الشعب الفلسطيني. المظالم كثيرة ولكن هذه هي النموذج الأمثل الدال على أن الظلم ليس فقط اجتماعي ومدني ولكن أيضا يمس حتى الحقوق التي تتعلق بالوطن، إذ إن الشعب الفلسطيني قد نزع من وطنه، وذلك لكي يعوض الأوروبيون علاقتهم بيهود أوروبا على حساب الفلسطينيين الذين انتزع منهم وطنهم. نعم سيد أبو يعرب، يعني دول عربية من الواضح أنها كانت وراء المنع، في أي سياق يمكن أن نفهم هذا المنع وما الذي ربما تتوجسه هذه الدول من تبني الأمم المتحدة لهكذا تقرير؟ طبعا الدول العربية التي تعارض مثل هذا التقرير، أولا هذه خاصية ليست جديدة، ولكن هذه المرة هناك المناخ الجديد الذي يوجد في الوطن العربي والمتعلق بالصراع بين ثورة الشعوب في كل الأقطار العربية للمطالبة بحقوقها السياسية والاجتماعية وبكرامتها وبحكم نفسها بنفسها، زاد في هذا التدخل لمنع أي وصف لحال الأمة وأي محاولة لاستعمال العقل لإقناع النخب الحاكمة والنخب التي تطبل لها حتى يقع الإصلاح سلميا ولا تصل البلاد العربية إلى الحال التي وصلت إليها ليبيا أو سوريا أو اليمن أو مصر أو حتى تونس، لأن الوضع في الحقيقة وضع لا يزال فيه للثورة المضادة دور تخريب كل محاولات نهوض الأمة سلميا. نعم طيب إذا ما تحدثنا ما بعد المنع، يعني بصفتك أحد معدي التقرير، هل تتفق مع من يقول بأن عدم تبني الأمم المتحدة لهذا التقرير قد يضعف من قيمته
وما الخطوات اللاحقة ربما لكم بعد إعلان عدم النشر من قبل الأمم المتحدة؟ لا، شخصيا أعتقد العكس تماما. نعم، أعتقد أن التقرير بهذا المنع تزداد قيمته، دوره، لأنه أصبح وكأنه وثيقة صبح لما يجري في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها خاضعة للوبيات تفرض عليها سياستها بدلا من أن تقوم بواجبها باعتبارها منظمة لحماية حقوق الإنسان ولحماية القانون الدولي، ومن ثم فهو يضر بالأمم المتحدة ولا يضر بالتقرير. يضاف إلى ذلك أن معدي التقرير لا يدعون العصمة وأنهم مستعدون للحوار مع الأمم المتحدة وللسماع إلى حجج اعتراضها ومراجعتها إن لزم الأمر. نعم، ولكن ذلك وهو سيحصل إن شاء الله لن يمنع عند الضرورة من نشر التقرير بصرف النظر عن علامة الأمم المتحدة. نعم، إذن شكرا جزيلا لانضمامك معنا عبر الهاتف من تونس السيد أبو يعرب المرزوقي، المحلل السياسي وأحد معدي تقرير الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل.